السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض إن شاء الله النهاردة بالفيديو رقم 2، وهنستكمل استعراض المنظومة اللي إحنا بدأنا نتكلم فيها، اللي هي منظومة إنتاج سلك معزول بالورنيش. بعد ما اتكلمنا عن منظومة مرور السلك من أول مرحلة السحب لغاية الاستقبال، هنبدأ بعد كده مرحلة تجهيز السلك للعزل ثم عزله بالورنيش. مرحلة تجهيز السلك للعزل، السلك الخاص بالورنيش لازم يبقى مخمر على أساس إن هو بيدي للسلك مواصفات بعد عملية السحب، بيعيد تنظيم الكريستالز الخاصة بالنحاس، وده بيجهز السلك إن هو بعد كده يدي المرونة الكافية داخل السلك اللي تطوعه ويعمل العمليات اللي إحنا عايزينها، وده بنقيسه عن طريق بارامتر اسمه الإلونجيشن أو الاستطالة اللي موجودة في سلك النحاس المخمر، ودي بتفرق كتير جدا قبل التخمير عن بعد التخمير. لو جينا نبص للمنظومة من بعد كده اللي هي هتبقى موازية لعملية مرور السلك داخل الماكينة، هنلاقي فرن التخمير هيتكون من الأربع حاجات اللي موجود قدام مننا. عندنا حوض الغسيل قبل التخمير، وده جاست ان هو طرمبة بنعمل بيها حمام مية بيعدي فيه السلك. حمام المايه ده بتبقى المايه دي في الغالب بتبقى مايه معالجه تماما، على اساس ان السلك ما بيلتصقش بيه اي نوع من انواع الاملاح. بعد كده عندنا السخانات التخمير، وسخانات التخمير دي بتختلف حسب نوع السخان المستعمل في المخمر نفسه، لكن احنا باي حال من الاحوال هيبقى عندنا منظومه سخانات، هيبقى فيها سخانات ايا كانت السخانات اللي موجوده، هيبقى مقصود توصيل باور للسخان اللي موجود عندي، اضافه الى السنسنج اللي هو هيبقى درجة الحرارة الفعلية اللي موجودة للسخانات. في بعد كده عندنا ستيم جنريتور أو مولد بخار، هيبقى غلاية، دي بتبقى غلاية صغيرة في حدود مثلا 15 كيلو جرام أو 20 كيلو جرام أو 10، حسب الكاباسيتي اللي مطلوبة وحسب السلك اللي موجود عندنا في الخط. ودي بتبقى الكنترول بتاعها منفصل تماما، جاست إن إحنا ممكن بنعمل سولونويد فالف عشان نفتح البخار للخط، إضافة إلى انيبل او ممكن عندنا بريشر سنسور للمكنه ان هو يديني فيدباك ان ضغط البخار داخل الغلايه انخفض او ان مستوى المايه خارج الغلايه للخزان وصل الى السكيورتي اللي انا عامله على اساس ان انا بنبه التشغيل بالنسبه لي. اضافه بعد كده ان في عندي بيبقى حوض تبريد او غسيل بعد التخمير، وده بيبقى لعمليه تبريد السلك بعد التسخين، وهي عملية التخمير ما هي إلا عملية تسخين ثم تبريد بعد كده، وده اللي بيعمل عملية ريأرنجمنت للكريستالز الخاصة بالنحاس. بنيجي بعد كده للمنطقة الأهم داخل الفرن، وهي منطقة فرن التحميص أو الكيورينج أوفن. الكيورينج أوفن ودي المنطقة اللي بيتم فيها تفصيليا عملية التحميص، على أساس إن السلك بيمر على أكتر من مسار، وفيها بيتم تسخين السلك بالعازل اللي عليه، على اساس ان هو بيتم تبخير السولفنت اللي مذاب فيه العازل، وده بيؤدي الى ترسب العازل نفسه على النحاس اللي موجود عندي، وفي النهايه بيدي لي السلك المعزول بالورنيش اللي احنا بنشوفه في الاسواق. طبعا عندي اكتر من منطقه احساس للحراره، وهنشوفها بالتفصيل ان شاء الله لما هنشوف دياجرام للفرن اللي احنا بنتكلم عليه. إضافة إلى إن في عندي بيبقى مروحة تقليب ومروحة عادم. مروحة التقليب دي بتقلب درجة الحرارة على أساس إن هي بتديني هوميجينيوس انفايرمنت للسلك، أو بيئة متناسقة للحرارة داخل الفرن نفسه، على أساس إن هي بتعرض السلك لدرجة حرارة متناسقة وثابتة على مدار عملية الإنتاج. مراوح التبريد بعد كده، ودي المرحلة اللي بتالي عملية التحميص. كل ما السلك بيطلع من مرحلة التحميص بيعدي على مرحلة التبريد بعد كده، على أساس إن هو بيبرد السلك، وأقدر بعد كده السلك وأعمل له عملية لف على البكرة. إحنا كده بنكون استعرضنا تقريبا العمليات اللي موجودة عندنا، وهنبدأ إن إحنا نشوف صور للمكنة نفسها اللي إحنا بنتكلم عنها، عشان برضو يبقى قدام مننا تخيل عن العملية اللي موجودة عندنا. يعني الصورة اللي قدامنا دي بتمثل ماكينة سحب للمستعملة مثلا في أحد الشركات اللي بتنتج سلك معزول بالورنيش. زي ما احنا شايفين كده قدام مننا، بيبقى في الخلفية هنا موجود الموتور الخاص بتشغيل ماكينة السحب،
وهنا داخل الجزء دون او البلوك المقفول دون بيبقى ورا منه الدرون كونز او الاكسس اللي بيتم عليها لف السلك، وبيتم مرور السلك داخل درون دايز، وبيعدي على الطارات دي. وزي ما احنا شايفين ده الدانسر اللي احنا اتكلمنا عنه، دول خطين انتاج على سبيل المثال. السلك بيعدي يخش داخل المكنه من فوق وبينزل يعدي في مسارات، وبعد كده يطلع على الطارات دي ويعدي على الدانسر. دي مجموعه التشغيل اللي موجوده عندنا. زي ما انتم شايفين مثلا مفتاح امرجنسي ستوب، وفي مفتاح تشغيل، وفي مفتاح او لمبه بيان لحاله التشغيل الخاصه بالماكينه. ده بيبقى الشكل العام لمكنه السحب. هي زي ما قلنا العمليه في منتهى البساطه بالنسبه للشغل، جاست ان في موتور واحد بيشغل المكنه دي، وبيبقى في مجموعه من الاكسس اللي بيتم لف السلك عليها. دي بتمثل عندي مكنه السحب من شركه من الشركات اللي شغاله في عالم انتاج الاسلاك المعزوله بالورنيش. بعد كده احنا هنبدا ندخل على مرحله الانيلينج. قلنا الانيلينج بعد مكنه السحب الدايركت على طول بيبقى احنا عندنا زي ما احنا شايفين كده دخلت الانيلر من تحت، موجود في احواض التبريد الخاصه بالميه. المفروض ان السلك بيعدي بيطلع من مكنه السحب وبيعدي بعد كده على المكنه اللي قدامنا دي، مكونه بالفعل على فكره من اربع خطوط متوازيين مع بعض. اللي احنا شايفينه دون دي مسارات السلك، يعني السلك بيجي من مكنه السحب بينزل على الطاره من الاربع طارات دول، وبيعدي بعد كده على ده حوض ميه زي ما احنا شايفين، دي ترومبه، ومجرد ان هي بتضخ الميه في حمام ميه بيعدي السلك داخله، وبعد كده بيعدي في منطقه التخمير اللي هي تحت الفرن. بعد السلك ما بيطلع من الفرن هنشوف الفرن دلوقتي بامتداده، وبيعدي بعد كده على دي مسارات السلك. وزي ما احنا شايفين في هنا يمين في موجود هنا خزان ورنيش، وفي على الشمال خزان ورنيش او الانامل اللي هو بعد كده بيتعمل بيه عمليه العزل. الخزان هنا زي ما احنا شايفين كل الشغل بتاعه بيتم بشكل مانيوال، مجرد المحابس اللي موجوده هنا مانيوال، لكن تشغيل البامب هو اللي بياخد اوردر من الخط، وبيبقى فيه مونيتورنج ليه الليفل الخاص بالخزان الورنيش سواء الاول او الثاني. وفي بعض الماكينات بيبقى فيها ثلاث خزانات، لو انا هشتغل طريقه كومبليكيتد شويه ان انا اشتغل خطين سيريز ورا بعض. لكن زي ما احنا شايفين كده دي المدخل الخاص بالفرن، بيعدي السلك في حوض التبريد، وبعد كده بيدخل على منطقه التخمير. انا هرجع بكم خطوه بسيطه كده لورا اللي هي عمليه السحب. الصوره دي زي ما احنا شايفين موجود فيها عمليه السحب ازاي بتتم، يعني دول اتنين اكسس، وفي هنا موجود الدرون كونز او اللي هي مسارات السلك اللي بيعدي عليها السلك، وبعد كده دي الدرون دايز، وده مدخل التبريد الخاص بالدرون دايز في المنطقه الخاصه بالسحب. زي ما احنا شايفين مثلا السلك داخل قطر فور اكزامبل 2.5 او 3 مللي، وبعد كده بيطلع بالقرن القطر الصغير اللي احنا عايزينه بعد ما بيعدي على مراحل السحب المختلفه. هنا في الجانب دون احنا بنشوف مخرج السلك بعد المرور على الفرن. زي ما احنا شايفين هنا ده موجود الموتور اللي هو الخاص بالكابستان اللي احنا اتكلمنا عليه، بيبقى موجود في المنطقه دي اللي هي المتغطيه بالغطاء الاخضر دون، ودي المين كابستان بولي او الطاره الرئيسيه اللي السلك بيتلف عليها ويمشي في الخط كله، ودي مسارات او مخرج الانيلر، مخرج منظومه التخمير، ماسوره ممتده من اول الفرن لغايه النقطه اللي احنا موجودين عليها دي، وده حوض التبريد الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه. السلك بيطلع من اول ما بيخش من اول الفرن ويطلع من هنا، وبعد كده بيبدا يخش داخل الفرن في مسارات بتوصل في بعض الاحيان الى 13 او 14 دوره داخل الفرن، على اساس ان بيتم اعطاء السلك عمليه عزل بالورنيش وتحميصه بعد كده. هنشوف بعد كده صوره للفرن كله على بعضه عشان نشوف شكل الفرن عامل ازاي. الصوره اللي قدامنا هنا زي ما احنا شايفين موجود قدامنا صوره طويله جدا فيها شكل المكنه الافقيه اللي موجود عندنا. دي المنطقه الخاصه بالسلك بيبقى داخل من الشمال من هنا، ودي منطقه المحابس المانيوال او الفالفز المانيوال اللي بيتم فيها فتح مسار الورنيش الى السلك. الاربع مواسير الفرن دول اللي فيهم مخرج الهواء اللي طالع خاص بالعادم من الفرن، المنطقه دي كده اللي هي المجوفه دي زي ما احنا شايفين من هنا، دي داخل الفرن بيبقى فيها الموتور الخاص بالتقليب والموتور الخاص بالعادم. المنطقه دي زي ما احنا شايفين اللي هي الاخيره هنا خالص في الفرن، دي منطقه التهويه او منطقه تبريد السلك. كل المنطقه دي كده بتبقى منطقه الفرن الخاص بتحميص السلك.
المنطقة اللي تحت الخط الأزرق اللي احنا شايفينه دي ده عبارة عن البلوك الخاص بعملية الأنيلينج، الخاص بعملية التخمير الخاص بالسلك. هنا زي ما احنا شايفين قدام هنا المنطقة دي اللي هي منطقة الاستقبال اللي بيتم فيها استقبال السلك على بكر. الصورة دي صورة عكسية للفرن من ناحية الكابستان، وزي ما احنا شايفين هنا واضح عندي شكل الفرن من الأمام، زي ما قلنا ده الأنيلر ودي المنظومة اللي هي منطقة دخول البخار وفي منطقة تبريد بالهواء برضو في نفس الوقت أو تجفيف للسلك بعد خروجه من منظومة الشطف الأخيرة، ودي المنظومة بتاعة التهوية زي ما احنا شايفين في مراحل مراوح تهوية للسلك إضافة إلى الفرن الخاص بالتخمير. وبعد كده بيتم استقبال السلك على دبل سبولر أو مجرد ماكينة لف سلك على البكر، وهنشوف مع بعض وإحنا بنعملها في الشاشة الخاصة بيها. للأسف ما عنديش صورة للسبولر، فهنشوف إزاي هنمثله عندنا على المكنة إن شاء الله. أتمنى نكون كده خدنا فكرة مبسطة عن إزاي العملية بتتم، وشفنا شكل المكنة تحديدا اللي بتعمل هذا الشغل. المكنة اللي قدام مننا دي فور اكزامبل مكونة من 4 خطوط، والإنتاجية بتاع خطوط الورنيش بتقاس ببرامتر اسمه الـ VD أو الحاصل ضرب السرعة في الديامتر بالمنتج الخاص بيه. إن شاء الله بداية من المرة الجاية نبدأ ندخل إن شاء الله في تفاصيل الشغل بتاعنا والمكونات اللي هنستعملها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.